مرحبا، تحياتي الدكتور محمود السوس معكم من جديد. فحنشوف بعض الرسائل وبعض الأمور اللي ممكن نجاوب عليها ونحكي فيها. خلينا نسمع. السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور، يا حبيبي يا أخ كبير إلنا، والله يجزيك الخير على كل بتسويه. أنا والله يعني بصراحة حبيت طريقتك، وقبل ما أحب طريقتك حبيت إنه أنت ليش مسوي البرنامج عشان رحمة أبوك الله يرحمه ويغفر له يا رب. فعشان هيك أنا بالنسبة إلي برضه أبوي توفى له شهر تقريباً، الله يرحمه ويرحم كل أمواتنا. فأنا حبيت الشغلة هاي كتير كتير لشغلتين. إنه بالأول أنت نيتك فعلا إنها صافية وصادقة بإذن الله، والله يرحم والدك. فأنا حبيت إنه أتعلم منك لو إشي بسيط وأسويه لوجه الله تعالى عن روح أبوك وعن روح أبوي. وشكرا لك والله يجزيك الخير والله يوفقك وحبيبنا يا دكتور. يعني أنا سعيد جدا إني أكون ملهم لناس تانيين يعملوا نفس الشيء. يعني هذا هو معنى الصدقة بالنسبة لي، هيك فاهم الموضوع بالطريقة هذه. يعني إذا الصدقة تعطى من أكثر شيء بنحبه، أكثر شيء بنحبه وبنقدر نعطيه، بنعطي الصدقة فيه، سواء كانت مشاعر، سواء كانت مساعدة بكلمة حلوة، هذه كلها صدقة. سواء كان من مالك، من شيء موجود معك، منك أنت بمساعدتك، هذا كله صدقة. وأفضل أنواع الصدقات إنه تخفيف آلام وإنقاذ حياة ناس تاني. أي واحد بيساعد أي حدا، هذه من الصدقات اللي ربنا بتقبلها بشكل كبير. واكبر ان اكبر الصدق وافضل شيء بينفع الشخص الميت اللي هي صدقات. واسهل طريقه لان نعطي من ونزكي من حالنا من علمنا، الزكاة مش في المال فقط، يعني هاي مفاهيمي أنا الشخصية. الزكاة من فكرك، من أفكارك، من تعاملك، هذه كلها زكاة. فإحنا كلنا بنضرب كل هالأمور هذه مع بعض وبنخرج هالصدقة الجارية كوسيلة منه بننفع الناس كلهم بقدر ما نقدر بالأساليب اللي بنستخدمها، اللي هي العلاج البيتي، العلاج الطبيعي، استخدام كل الأمور الطبية، ومنه دعوات للوالد اللي هي ولكل أمواتنا جميعا، إنه هدول الناس يوصلهم هيك دعوات. هاي دعوات، هاي طاقة إيجابية، هاي دعوات بتوصل بشكل سريع لما تكون تركيزها أكثر. مش بس خمسة، مش بس عشرة بدعوا، آلاف قاعدين بدعوا، فتركيز الدعاء بيكون بشكل أفضل وإجابة الدعاء بتكون بتوصل بشكل أسرع لما يكون كمية أكبر. يعني إحنا ما بنحكي هلأ، بنحكي عن شغلات علمية. يعني هي الدعاء هو عبارة عن موجات بتخرج منا، من دماغنا، بتدخل للخارج. هاي الموجات بتلاقي الصدى، فأي موجات بتخرج بترجع. إذا أعطينا موجات كويسة إيجابية برجع لنا موجات إيجابية، هذا زي الصدى. أعطينا موجات سلبية برجع لنا شيء سلبي وشيء معتم. هاي هي القانون. فهذه مدام صدقة، إذا بدها تكون لوجه الله فقط، لوجه الله فقط، بدون أي شيء مادي في الموضوع. إذا دخلنا صدقة ودخلنا منفعة مادية أو منفعة شخصية من وراء الصدقة هذه، ساعتها الصدقة بتفقد من طعمها وبتفقد من الهدف اللي انعملت له.
وأفضل أنواع الصدقات إنه هو تتصدق مما تعلم، مما تعرف، مما تملك، مما تحب. وأنا الحمد لله يعني هاي الشغلات اللي بحبها، لأن هاي الشغلات إني أعلم، وأنا كل عمري، والوالد مدرس وأنا مدرس من طول عمري وأنا بدرس. الهدف من التدريس أسمى بيكون من إن أعطيك معلومة لشخصك أنت. أنا بدرس يعني، أنتوا المفروض هلا عندكم معلومات كفاية إنكم تساعدوا نفسكم وتساعدوا غيركم، يعني أنتوا كمان طلاب. طلاب لأنكم بتتعاملوا في الأمور هذه وصرتوا تنشروها وتحكوا فيها. هي هذا هدف الأخصائيين اللي بنخرجهم، علاج طبيعي، علاج وظيفي، دكاترة، إنهم ينشروا المعلومات هذه. فهذا والصدقة في هاي الحالة بتكون بتعم على أكبر عدد ممكن من الناس. يعني الأمور الإيجابية هذه بتغير ناس كتير للأفضل. طبعا فيش شيء إحنا بنحكيه ولا بنعطيه إلا للتغيير، لأنه هاي وظيفتنا إحنا. تأهيل 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 يعني تحسين الوضعية لأحسن وضع ممكن. من خلال المواد اللي احنا بنعطيكم اياها، الطرق الطبيعية البيتية المقدور عليها من اي واحد، اللي هي بتصلح للصغار، للكبار، للصبايا، للشباب، لكل الافراد، لان بنناقش في كل المواضيع هاي اللي بتهمكم كلكم، من شغلات تجميلية لشغلات صحية لشغلات طبية لشغلات لتخفيف حدة الضغط النفسي والأعصاب. يعني كله علاج متكامل. احنا عندنا تأهيل معناته بدنا نتدخل في كل شيء، يعني بدنا نركب لكم هيك وصفات شاملة انه نضمن نجاح الخطة العلاجية هاي، لتوصيلكم لأحسن لأفضل وضع ممكن من الصحة ومن العافية. ف يعني بتوقع انه بعمل كل جهدي طبعا على اني اجاوب على الاسئله هذه اللي انتم بتسالوها، بس ما بقدر ولا بجاوب بشكل مباشر. يعني انا بفضل الوقت هذا، انا بستقبل، والرد تاعي بيكون على شكل اللقاءات هذه اللي هي يوميا من 5 ل 10 ل 20 لقاء، بس للإجابة على كل المواضيع اللي انتم بتسألوها، واللي هي قاعدة بيني وبينكم. يعني قاعدة هاي المواضيع بتخف، كل ما بالها بتخف. يعني بطلت أسمع كتير عن وجع الظهر، بطلت أسمع كتير أسئلة عن وجع الرأس، عن وجع الرقبة، عن وجع الرجلين، عن وجع الركب. يعني امبارح اعطيناكم على 2 3 بس قصف حاد على مشاكل المفاصل ومشاكل الركب والزيوت والتركيبات هذه اللي صلنا فترة بنجهز فيها اللي تقضوا على الآلام هذه نهائيا. فشوفت يعني بلاحظ انه الأسئلة صارت تكل على المواضيع هذه، لأنه مواضيع مكررة. يعني حكيناها من عدة نقاط بأكثر من حلقة، فوق ال4000 حلقة من سنة. 4000 حلقة بتلاقوها على اليوتيوب، على المكتبة كاملة، على الويب سايت الشخصي www.drsus.ca، أو بتلاقوها على الفيسبوك. وهلا شغالين كمان على ابلكيشن، اللي كل شيء يكون على الابلكيشن هذا، كل الاسئله كل الاجابات. يعني فحص ذاتي مع علاج ذاتي وصيدليه كامله. هذه افضل صدقه، مش بس عن حياه الوالد، يعني عن الواحد عن حاله. يعني هذا هو اللي بيخلد الشخص. اذا واحد بده يكون مخلد ويعيش دائما بالذاكره، بده يعمل له شيء كويس ويترك شيء كويس، مش شيء سيء يتذكروه بالسيء، شيء يشرف، شيء يرفع الراس. شوف أي اتصالات تانية، ورجاء بدكم ابعثوا رسالة صوتية، فقط رسالة صوتية بشكل مختصر. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ أنا عندي غضروف في الفقرة الخامسة والأولى عجزية، وعندي تنميل في رجلي الزوز في الأصابع.
فعندك يعني في عندك ضغط على العصب، يعني في عندك في اسفل العمود الفقري ضغط على العصب السياتيك نيرف ونازل على رؤوس الاصابع. لما يبقى نازل الالم على رؤوس الاصابع بيبقى يعني الديسك ضاغط بشكل كبير والحاله شويه متطوره من الضغط على العصب. هلا المحاولات اللي ممكن انت تسويها للخروج من الموضوع اللي هي وضعيه، اول شيء المي السخنه اللي تلين الظهر، بعدين المساج في زيت الزيتون على منطقه الظهر او بالزيوت الثانيه اللي لتخفيف الالم، بعدين الحركات للانحناء للخلف، هذه حطيناها في اكثر من فيديو، كل يوم بنحط لكم عن المشاكل هذه بترجع، وهذه الامور هي الحل الوحيد لورا. اذا ما نفعت هذه بس بدك تحاول 3 4 5 6 ايام، اذا هاي ما خففت الالم بشكل كبير في هاي الحالة بتلجأ لتمارين تانية كمان حضرناكم اياها، اللي هي وانت نايم على ظهرك او وتشد ركبتك على بطنك في هاد، عشان بس نعمل استرتش ونزيل ونخفف من الضغط هاد قد ما نقدر، لان هذه الحلول مع المساج مع هاد اللي هي التحفظيه بنسميها قبل ما نوصل لمرحله العمليه او ازاله الانبعاج او الغضروف اللي موجود على اركنسا. فاتبع هاي التعليمات وان شاء الله ما بتوصل لمرحله اصعب من هيك. نشوف لنا حالات تانية. السلام عليكم، أرجو الرد بسرعة لو سمحت، يعني ضرورة القصوى، أن المريض تعبان جدا ويحتاج للعناية والمتابعة، أرجو الرد. السلام عليكم دكتور صوص، أنا من غزة، أرجو الإفادة لعدم وجود أطباء مختصين بهذا المجال، أرجو الرد للضرورة جدا، المريض يبكي من شدة الألم، رجاء الرد. السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور صوص؟ أرجو الإفادة، هناك مريض أصيب بتلف الأعصاب مفاجئ وعمره 40 عاما وأخذ الكثير من العلاجات والمسكنات ولكن دون جدوى لا يستطيع الوقوف على قدميه، أرجو الضرورة التواصل معنا لشرح الحالة والإفادة من طرفكم. أي لا يستطيع الوقوف بتاتا، طريح الفراش. السلام عليكم، أرجو الرد بسرعة لو سمحت. يعني الصورة مش واضحة، يعني في مشكلة عصبية وأدت للانهيار المفاجئ وبطل يوقف على الأعصاب، ما بعرف شو المشكلة، ما حكيت الأعراض، بس أنا بعرف إنه الأعراض إنه عصب وضعف كامل، وعادة هاي كل هالأمراض العصبية وخصوصا إذا بنحكي عن MLS بنحكي عن أمراض كتير وبتسبب ضعف بالعضلات، بس في بعض الأمراض هاي وتقريبا أغلبها الضعف هذا اللي في العضلات ناتج عن ضعف خلايا الدماغ أو ضعف في الأعصاب نفسها، ما بيؤدي لآلام، يعني المشاكل بتظلها تزيد بدون آلام، بس إذا في آلام معناته في مشاكل ممكن تاني، بعرف شو المرض بحد ذاتها. على كل هلا العلاج الوحيد لحالات المشاكل العصبية ومشاكل تانية هذه، وخصوصا المشاكل العصبية اللي بتخلينا نضعف نضعف نضعف، اللي هي إن الحركة، اللي هي التمارين، اللي هي نضلنا نتحرك، هاي ما فيها لسه ما يعني وجدوا أدوية اللي هي تنهي المرض أو تعالج المرض، فيش علاج، العلاج هو العلاج الطبيعي، يعني الحركة، يعني بدنا نمشي الشخص هذا، بدنا نعمل له تمارين، بدنا نضلنا نحفزه، بدنا نستخدم المساج، بدنا نستخدم حركات معينة، بدنا نستخدم وضعيات معينة، نساعد المريض، نضلنا نمرن فيه، هذا هو العلاج المتاح، بس مسكنات، أدوية، إبر لتقوية، حتى زرع نخاع، مش
كلها محاولات للعلاج، بس لحد الآن يعني حتى لو بدنا نستخدم طرق تانية، زراعة نخاع أو هذه الطرق ما بتجيب نتيجة إلا إذا كانت مرتبطة في برنامج تأهيل طبيعي مكثف، لأن هاي الحالات فقط هاي العلاج لإلها. العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي لازم يدخل في العلاج بشكل كبير مع الطرق الأخرى اللي ممكن تكون مستخدمة. دكتور كيف الحال؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير، طمنا عنك، عساك بخير. يا مرحبا، إيش حالك الغالي؟ الغالي الوالدة من شي أسبوعين 3 أسابيع راحت على ظهرها، زين، وأخذناها على المستشفى، والمستشفى قال هي عند البقرة الأولى والثانية بدها تنفيخ، يعني لا هي ديسك ولا هي كسر ولا هي شعر. شو توصياتك؟ غالي على اساس انه يعملوا له عمليه تنفيخ لاعاده الفقرات، اسمها تنفيخ لارجاع الفقرات. السلام عليكم، كيف الحال؟ ما رديت لنا خبر يا دكتور، ما رديت لنا خبر. الله يجزاك الخير ويطول بعمرك ويحفظك ان شاء الله يا رب. بدكم تصبروا علينا يعني؟ ما أنا مش عارف يعني الانتفاخ، شو قصدك في الانتفاخ؟ هل بدنا نعمل عملية نزيل الغضروف، نحط في بحط غضروف تاني؟ بس قبل أي عملية، يعني النظام اللي معمول فيه في حال مشاكل العمود الفقري، سواء كسور سواء عدم ثبات بدرجة كبيرة بيأثر على النخاع الشوكي، سواء عمليات، سواء انزلاقات غضروفية، سواء تضيق في القنوات العصبية ومشاكل كتيرة، أو أي عمليات تصحيح وتقويم للانحناءات، أي شيء بيصير في العمود الفقري، بيصير في أي مشكلة من مشاكل العمود الفقري، طب قريبا 70 ل 80% من علاجها بيكون اللي هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي بيدخل في كل المشاكل هذه لعلاج مشاكل العمود الفقري، سواء كانت بعد كسور، بعد حوادث، تمزقات، انزلاقات غضروفية، أي مشكلة بتصير في العمود الفقري، العلاج الطبيعي إله 60 70 80% أحيانا من العلاج، فقط علاج طبيعي، اللي هو بيتكون من الأمور هذه اللي بنعطيكم إياها، اللي هي المياه الساخنة، النقع، المساج، التمارين، استخدام الشغلات الطبيعية، زيوت لتخفيف الآلام، الوضعيات، الوقاية، التمارين لتقوية العضلات. هذا هو العلاج الطبيعي، والمقصود في العلاج الطبيعي لا يعني التأهيل والعلاج الطبيعي هو 70 80% من العلاج. إذا 70% ل 80% من العلاج هو موجود بين إيديك بين إيديك بين إيديك في البيت، لأنه هذا علاج بيتي. وهلا لعلمكم التوجهات العالمية في الرعاية الصحية كانت بتتوجه للعلاج المنزلي. هلا عندنا في كندا أقروا مساعدات أكثر لهذا المجال من المجالات الطبية، اللي هو العلاج المنزلي، التعليم، التثقيف، اللي هو هاي صرنا سنة بنكون فيه. العلاج المنزلي هو هلا العلاج اللي مدام كندا بلشت تشتغل على الموضوع وتدعم وتدفع فلوس، معناته العالم كله متوجه للعلاج البيتي لوحدك بالاساليب البسيطه اللي موجوده عندك. وهيكم هلا ما انتم شايفين امورنا، وضعنا وين وصل بسبب الجائحه هاي تاعت كورونا، اللي هو يعني حتى لو تكون مصاب تصير في المستشفى. احنا بنحكي عن كندا وامريكا، وعندكم كمان وين ما يكون
ما بيقدروا يقدموا لك اي شيء، فقط بيقولوا لك اقعد في البيت، وبعطوك ايميل فقط، حتى ما بيحكوا معك شو الشغلات اللي لازم تسويها في البيت. اللي احنا بنعطيكم 10 مرات او 20 مرة اكثر شغلات شو تسووا في البيت. يعني هذا هو النظام الحديث، انه التوجه اقعد في بيتك واعمل كل شيء في البيت. راح موضوع موضة التخويف من الشغلات الطبيعية، لأنه هلأ ما حدا بيستجري يشيل هالثقة هذه. يعني كانت التخويف إن نحط الأمور الطبيعية هذه، الزيوت، استخدام المواد الطبيعية في تخفيف، في تخفيف، أنا بحكي في تخفيف، وفي كتير من الحالات في علاج. فإحنا هاي سياسة التخويف اللي طلعتنا من الوضع الطبيعي أو الطب هذا الأصيل، اللي هو اللي مبني عليه كل الطب، الأدوية وما أدوية والكيماويات والإضافات هذه، وهذا بيظلوا أقل ما فيها. يعني إذا ما نفعك مش حيضرك، وسهل الوصول لإله. بس هي هاي النقطة، إنه سهل الوصول لإله، سهل استخدامه. أي واحد بيحط له هالأكم من شغلة على بعض، شوية عسل، شوية لبن، شوية كركم مع شوية ليمون، بنخلطهم، وهاي صار عندنا مستحضر تجميلي لوضعه على البشرة، ورطوبة للبشرة، وتنشيط للأعشاب. طب في هاي الحالة التكلفة تاعت هذه المواد بتكون مثلا دينار أو دينارين. إذا بدك تروح تشتري ماسك، هاي تكلفة 10 أضعاف. ال9 دنانير هدول رايحين أرباح، ماشي الحال، مش مشكلة، يروحوا أرباح، بس أعطونا شيء هيك صحي، مش سموم ناخدها ونحطها، مقابل ان نتنازل عن الامور الطبيعيه اللي هي. ما احنا حكينا لكم القصه كمان هون في كندا، التوجه صار للهيموباث فارماسي. الهيموباث فارماسي اللي هي بالعاميه عندنا العطارين، بس عطارين هدول وبروب ابيض ودكاتره، يعني مخلصين 7 سنين، والوصفات تاعتهم هي وصفات اعشاب مكملات غذائيه. فالتوجه العام صار اكثر بكثير هلا على الصيدليات هذه، لانه الصيدليات الادويه تقريبا سكرت. يعني شو فيش عندها شيء تعطيه لهالناس هذولا، والناس صاروا يفقدوا بالثقه في الادويه ويتوجهوا للشغلات هاي الهيموباث دكتور فارماسي. هي موجوده وين ما يكون هون، وبيبيعوا، صار البزنس هذا يتحرك، ثقه الناس في الاعشاب بتتحرك، اللي هي موجوده. وحفرجيكم بحلقه ثانيه، يعني حتى يعني يعني انتوا بتتصوروا انه كشر الزيتون، ورق الزيتون المجفف ومظبط ومعلب كدواء لكتير حالات، لكتير حالات اضطريت ادفع $5 عشان اشتري ظرف ورق زيتون، ورق زيتون، عشان افرجيكم شو ورق الزيتون وشو استخداماته وشو المشاكل اللي بحلها. يعني لو امي تعرف اني اشتريت ظرف صغير ورق زيتون ب$5، بجوز بتقول شو هذا، نجان زيتون؟ ما هي ملع عندنا في بلادنا ورق زيتون. طب هو ظرف صغير ب$5. ف قولوا الحمد لله على هالنعمة هذه اللي موجودة عنا، بس نحاول إن نلمسها ونشوفها، وما نفكر انه هذه الشغلات، ونبعد التفكير. اهم شيء انه نبعد عن التفكير الخاطئ اللي ودونا فيه وحطونا في الحيط بسببه مع شنطة الدواء اللي حتكون لما نموت، انه الشغلات الطبيعية هذه مضرة، الثوب، البصل، مش عارف ايش، الكركم، البهارات، لا، رغم كل الابحاث العلمية اللي بتدل على العكس، بس انك تخوف الناس من امور هذه وتتهم هذه الامور بالتراجع والجهل والتخلف، لا. هذا هلا الناس بطل يمشي معهم هذا الشيء، يعني صحيوا على الامور هذه، صاروا يفرقوا انه السكر هي السموم، والسكريات كلها والمشروبات الغازيه والمواد الحافظه اقتنعت، صار الناس يقتنعوا في هذا المبدا، لانهم دفعوا من صحتهم الثمن وبدفعوا لسه. فلما يدفعوا الثمن بشكل غالي، في هاي الحالة صاروا يقتنعوا للشغلات الطبيعية اللي هي أنقذتهم
من الأفكار هذه السيئة اللي زرعوها في رأسنا. رجاء فقط رسالة صوتية قصيرة في الأعراض بدون أي كتابة، اللي يسهل إني أرد بشكل سريع. صباح الخير دكتور، أسفة يمكن ما بتعرف تقرأ عربي أو مش مشكلة، إذا بتحب ببعث لك تسجيل صوت. مش ما بعرف، بعرف أقرأ عربي بس أنا بدي للسرعة وللتسهيل، يعني مشكلة في أسفل العمود الفقري في منطقة العصعوص. منطقة العصعوص آخر عظام في العمود الفقري، في أسفل 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 العمود الفقري. هذه المنطقة حساسة جدا لأنها قريبة من فتحة الشرج، حساسة جدا لأنه لما نقعد إحنا وضعية الجلوس الضغط الأساسي بيكون على هاي العظمة وهاي الأعصاب، اللي هي بتعتبر نهاية النخاع الشوكي، يعني منطقة حساسة جدا. فلما نقعد بشكل خاطئ نثير المنطقة هذه، يكون في عنا عدم توازن في المفاصل اللي موجودة في المناطق هذه. طبعا هذه المناطق فيش فيها فقرات وديسكات وكذا، هاي بس مفاصل، بس هي عقد، يعني منطقة حساسة حساسة. والإقعاد والوضعيات الخاطئة للعمود الفقري بتأثر على المنطقة هذه، وهي آلام مزمنة لأنه ما بنقدر نوقف نقعد ولا يعني الإقعاد شغلة أساسية. فالحل لهذه الأمور بيكون عن طريق المساجات للمنطقة بالزيوت، هذه اللي بنعطيكم إياها لتخفيف الآلام. هاي أول مرحلة، المياه الساخنة، المغاطس مع المياه الساخنة، مع إضافة كل الملينات اللي بنحكي لكم عنها، اللي هي من أهمها الثومة، النعنع، زيت الزيتون، الزعتر، الأوريغانو، هذه كلها الملينات، اليانسون، هذه كلها الأعشاب، مغلي الأعشاب، الضفيول المياه الساخنة، وعملية النقع. هلا لما ننقع بصير في ليونة، تخفيف للآلام، تخفيف لحدة الالتهابات في المنطقة، تنشيط للأعصاب، ترطيب للجلد وترطيب للعضلات. بعد النقع في هاي الحالة بتيجي موضوع التمارين اللي بدها تجلس الفقرات هدول اللي ملتحمات مع بعض وبسبب مشاكل كتير، اللي هي فقرات العصعوص. في هاي الحالة بنعمل التمارين المختلفة اللي هي على البطن وارفع وعلى الظهر، عساس نلين المنطقة هذه ونعيد ليونتها. ومن الشغلات اللي ممكن تساعد للحالات المزمنة اللي هي الوسادة، يعني نقعد على وسادة وفي منطقة انه العصعوص او اسفل الظهر، هاي المنطقة الضغطة، نعمل حفرة بسيطة في الوسادة. في هاي الحالة الضغط والحمل بتوزع على الفقدين وبيبعد عن منطقة العصعوص، فبعطيه راحة. إذا بتعملوا هذه التكرارات لهذه العمليات، هذا حيريحكم كتير من هالمشكلة هذه اللي بتقرق كتير ناس، يعني هذه مشكلة العصعوص لأنها مشكلة حساسة وبتأثر، إذا صار فيها أي مشاكل أكيد حتأثر على غدة البروستات، على التبول، على الجهاز البولي كله. وبالنسبة للآلام العمود الفقري، عشان ننهي اللايف اليوم، في كتير آلام تيجي على العمود الفقري بس الأصل تاعها من أعضاء داخلية، سواء من المعدة، سواء من البنكرياس، سواء من الطحال، سواء من الكلية، سواء من الجهاز التناسلي، سواء من البروستاتا. بعضين بضربن أعراض على
المنطق، منطقة العمود الفقري مثلا، إذا أي مشكلة في القلب أحيانا بنشعر في مشاكل في العمود الفقري من وراء، أي مشكلة في الرئتين بنشعر إنه في العمود الفقري. ما ننسى إنه كل الأعضاء الداخلية ما هي جايب الأعصاب بتاعتها من النخاع الشوكي، فالنخاع الشوكي إذا صار أي مشكلة بده يعطي آلام في مناطق معينة في العمود الفقري، بس الأصل تاع المشكلة بتكون منطقة تانية، ممكن تكون في المعدة، ممكن تكون في الكولون، ممكن يكون في عندي حصوة في الكلاوي، وهذا كله يضرب على ظهري بآلام حادة، وهذه في صعوبة أمرار في التشخيص من الأخصائيين بين الشغلات الخارجية اللي هي من ديسكات ومن عضلات ومن كذا، وبين الشغلات اللي بتيجي من الأعضاء الداخلية. بس بالعام يعني بشكل سريع، الشغلات اللي بتيجي من الديسكات والآلام الديسكات وآلام المفاصل وآلام الأربطة والروماتيزم وهذه الأمور، هذه الآلام متغيرة، متغيرة في حدة الألم، متغيرة في الألم مع الحركة، يعني بجوز في حنية بتشيل الألم، طعجة هيك بتخفف الألم، فبصير في تغير، وهاي الآلام بصحبها آلام أعصاب، يعني بتصير الألم إذا في ظهري ينزل الألم على جري، هذه آلام بتكون من العمود الفقري. هلا إذا في عنا آلام حادة، آلام بنشعر فيها بس في منطقة في الليل، بنشعر في الآلام هذه طول الوقت، نايمين قاعدين واقفين بحركة بدون حركة، بنحن بنكون طول الوقت الألم ثابت، بيزيد مع بعض الحركات طبعا، بس الألم ثابت بغيرش بخفش وطول الليل. وإذا كان في عندكم أعراض تانية زي عدم نوم، قلق، ضعف، فقدان وزن بطريقة مش عارفين سببها، يعني لا غيرتوا من النظام الغذائي ولا بطلتوا تاكلوا ولا شيء، ورغم هذا صار وزنكم ينزل، صار في عندكم شغلة في النظر، ممكن بالسمع، بأعراض تانية، في هاي الحالة طوالي بدكم تروحوا تراجعوا الطبيب، لأنه هذه ما لهاش خص في العمود الفقري ولا في النخاع الشوكي حتى، ماشي؟ هذه بتروح على الدكتور، تدوروا على الحل للمشاكل هاي، لأنه صارت مشاكل ممكن تكون كبيرة في شغلات داخلية، بس الفحوصات المعينة عند الدكتور خليه يكشف عليكم، فحوصات دم معينة بتجيب لكم الحل وبتجيب لكم المشكلة وبتنقذكم من مشاكل كتيرة بعدين. حتى لو شعرتوا في الآلام هاي مع بدايتها، دائما اسأل، لأنه ما بدك، إذا علاج الشغلات الخطيرة دائما في البداية بيكون سهل كتير، بس إذا تهاوننا مع الأمور ساعتها صعب إنه يتم العلاج. نتمنى لكم الصحة والعافية، بنراكم غدا إن شاء الله، جماعة سعيدة إن شاء الله قضيتوها، وفي ناس هلا الصبح الدنيا عندهم، فإحنا عنا المساء من في كندا هلا الساعة تقريبا 5. شكرا للاستماع، تحياتي محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل، وأي واحد عنده سؤال يبعث على رقمي على الواتساب 001-416-8299-731. لا الواحد ما نسي التلفون بتاعه، بس اللي بدك تحول من الانجليزي متعود في الانجليزي، بدك تحوله للعربي فبدها تركيز شوية، فهذا الرقم اي واحد رسالة صوتية قصيرة، وسكونوا صبورين في الرد، اذا رديت في شغلات ما بقدر ارد عليها الا اذا كنت عندي شيء بحكي برد عليها، ما عندي شيء ما برد عليها، او في امور قاعدين لسه بنبحث عن الردود، يعني الردود مش دائما جاهزه، بدها بحث، ما بدنا احنا، بدنا في هالصدقه الجاريه بدنا نبيض وجهنا ونرفع راسنا، ما بدنا نعطيكم شيء الا تقولوا. انا مبسوط كتير بيني وبينكم، اخر فتره بشوف تعليقات كتير، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله، بتسبحوا
طب هذا كمان اجر وكمان بوصلنا من الاجر هذا، يعني قاعدين بتدفعوا لي فلوس، هيكون قاعدين على شكل حسنات لما تكتبوا سبحان الله وصلى الله على سيدنا محمد وهاي الشغلات الحلوه اللي بتسبحوا فيها قاعدين، وانا السبب في الموضوع. شكرا لكم، تحياتي.